مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر من سلسله تفاعليه من سيوف تي في. بدات اسبانيا والاول مره بنقل الغاز الى المغرب عبر خط انابيب المغرب العربي اوروبا، واكدت على ان هذا الغاز ليس جزائريا، في حين في الوقت اللي توقفت فيه الجزائر عن توفير الغاز عبر هذا الخط في اتجاه اسبانيا منذ نهايه اكتوبر على خلفيه ازمه دبلوماسيه. وقالت مصادر في وزارة التحول البيئي الإسبانية لوكالة فرانس بريس على أنه استنادا للعلاقات التجارية وحسن الجوار، تم أول أمس الثلاثاء إرسال أول شحنة غاز طبيعي للمغرب عبر خط أنابيب المغرب العربي أوروبا، من بعد ما شراها المغرب من الأسواق الدولية ووصلت إلى محطة إسبانيا لإعادة تحويلها إلى غاز طبيعي. وقال مصدر ذاته الفرانس بريس على انه تم اعتماد مجموعه من الاجراءات لاصدار افاده كتضمن بان هذا الغاز المنقول من اسبانيا للمغرب ليس جزائريا. وهددت الجزائر في ابريل بفسخ عقد نقل الغاز الى اسبانيا الى قامت مدريد بنقل الغاز الجزائري الى وجهه ثالثه في اشاره ضمنيه منها الى المغرب. بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهايه هذا الخبر، تبقوا على خير.